طبعا من المؤسف جدا ان ياتي هذا الشهر الفضيل والكريم بعد 6 سنوات من الحرب وتعيش مآسي متفاقمه وتعيش اوضاع اقتصاديه مزريه لا سيما في تردي الاوضاع الاقتصاديه وكذلك ارتفاع فاحش في المواد الاساسيه والغذائيه اضافه الى انقطاع الكثير من مرتبات الجهات الحكوميه او الاقتصاديه بالذات مثل مصنع اسمنت البارح ومثل المسالح وغيرها من المؤسسات الاقتصاديه الاخرى. ناهيكم عن الوضع الذي تعيش وتعز من جراء الحصار الحوثي المطبق على المدينه. نستقبل رمضان هذا العام بكثير من التعب، والسبب غلاء المعيشه، غلاء الاسعار. يعني تصور ان الكيس الدقيق ب 24 الف ريال، كيس بر وكيس دقيق تحتاج لهما الأسرة يعني ب 44 ألف ريال. راتب الموظف أحيانا يتفاوت ما بين 60 و70 يعني من أين يأتي بمتطلبات الحياة؟ كذلك أنه الأمراض متفشية. يأتي رمضان هذا ونحن في قيامة بسبب انتشار وباء كورونا، تعطلت الأعمال، تعطلت الحركة.